مرحبا بكم. You are welcome in this session. المختلفة للتواصل ضمن سياق جلسات متوالية تقدمها لكم قمة المعرفة بهذه النسخة التي تطرح تساؤلات كثيرة عن مصير البشرية وحياتها بأبعادها المختلفة وفي ظل هذه التحديات الكثيرة سواء كانت من صنع الطبيعة أو من صنع البشر. جلستنا اليوم تناقش موضوع الوظائف والتوظيف، وإمكانية النظر إلى هذا الأمر بطريقة مختلفة، وكيفية إعادة اختراعها بما يتكيف مع متغيرات عصرنا، الوظائف، التوظيف، كيف يتأثران بالتكنولوجيا؟ كيف يتأثران بهذه الأنماط الجديدة في العمل؟ ما هي آلية حماية الأفراد وحقوقهم؟ وكيف يتعامل الجيل الجديد مع الأمر وكيف ينظر إلى هذا العالم وطبعا نتحدث عن الكثير من الشروط بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي في هذه الجلسة الأستاذة ديما نجم المدير العام لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف فرع دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذة ديما تتمتع بخبرة واسعة امتدت لأكثر من 15 عاما شغلت خلالها مناصب عليا في عدد من المنظمات الأهلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي العضو المنتدب في مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في الدولة طبعا قبل انتقالها إلى دولة الإمارات شغلت الكثير من المناصب من بينها منصب مدير العمليات بمنظمة الإغاثة الدولية جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيره والمتوسطه في العراق، كما كانت عضو في الفريق الذي عينه برنامج الخليج العربي للتنميه لانشاء اول بنك للتمويل الاصغر في سوريا. الاستاذه ديمه حاصله على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعه دمشق والماجستير في التمويل من الاكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه. استاذه ديما مرحبا بك. اهلا اخت صفية وشكرا على التقديم وطبعا الشكر موصول لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على الدعوة للمشاركة وعلى الاستضافة. طبعا أستاذة ديما من بداية هذه الجلسات وهناك الكثير من النقاشات التي تدور حول التحديات والفرص والإمكانات، ما هي أكثر التحديات إثارة للقلق بالنسبة لأسواق العمل؟ والتي ترين ان يجب ان نلتفت اليها، خصوصا عندما نتحدث عن موضوعين مثل الو طبعا شكرا على السؤال، في حين ان المستقبل لم يتضح بعد، نرى بان طبيعه العمل تستمر وستستمر في التغير، وما نشهده حاليا من تغير في طبيعه العمل لم تشهده البشريه من قبل بهذا التسارع وطبعاً أثارت جائحة كورونا أو كوفيد 19، العديد من التغيرات، وسرعت في حصول هذه التغيرات. كنا نرى هذه التغيرات ستحدث قريباً. ربما في 2030 2040 ولكن بقدوم جائحه كورونا تم تسريع هذه التغيرات في طبيعه العمل وسوق العمل. فمثلا نرى التحول في العمل عن بعد هذا الشيء لم نشهده بهذا التسارع من قبل وجائحه كورونا ادت الى تسارع هذا التحول بالاضافه الى ما يسمى بالاستقالات الكبرى والتي تؤثر على سوق العمل في دول كبرى مثل الولايات المتحده الامريكيه. طبعا الرقمنه او ما يسمى بالتحول الرقمي في كثير من القطاعات تم تسريعه هذه التغيرات ستستمر ومن المتوقع طبعا ان تستمر بوتيره عاليه ومرتفعه واذا عدنا بالتاريخ الى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر فاننا سننظر على موضوع الثوره الصناعيه الاولى الثورة آه، الصناعية الأولى آه، آه، أتت وأثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي. توجب على الآلاف آه من القوى العاملة في الزراعة التحول إلى القطاع الصناعي وطبعا من استطاع أن يتدرب على مهارات التحول لصيانة وصناعة وتركيب الأجهزة التي تعمل في ذلك الوقت على البخار تمكن من الانتقال إلى فرص عمل جديدة طبعا كان هناك خسائر في الوظائف على المدى القصير ولكن تم إنشاء وظائف واستحداث وظائف لم تكن موجودة في السابق وطبعا عوض ذلك عن فقدان الوظائف بالانتقال إلى الثوره الصناعيه الثانيه ونهايه القرن التاسع عشر سنجد بان هذه المحركات البخاريه استبدلت بمحركات كهربائيه وهذا طبعا ادى الى ايضا فقدان في الوظائف اثر على قطاع العمل ولكن مجددا من استطاع ان يتم تاهيله من التعامل مع المحركات البخاريه الى التعامل مع المحركات الكهربائيه طبعا حصل على فرص عمل في القطاعات الجديده بالاضافه الى ان هذا التطور او هذه الثوره الصناعيه ادت الى زياده في خطوط الانتاج ما يسمى بالانتاجات الضخمه مزيد من فرص العمل لم تكن موجوده في السابق طبعا وخلال اقل من مائه عام وجدنا انفسنا امام ثوره صناعيه ثالثه وهي الثوره الرقميه وهذه الثوره طبعا ادت الى مجددا فقدان العديد من الناس وظائفهم اثرت على سوق العمل ايضا بشكل مؤقت لان من فقد وظيفته هو من لم يستطع ان يتعامل مع الكمبيوتر من لم يستطع ان يتعامل مع الانترنت فهذا ما شاهدناه في الثورة الصناعيه الثالثه واليوم نحن امام الثوره الصناعيه الرابعه والتي تاتي بصوره متسارعه أكثر ليس لدينا الوقت الذي كان في السابق حتى نستعد ونتأهل لتغيرات سوق العمل وهذا طبعا بالتاكيد ما سنحاول يعني الحديث عنه اليوم والقاء الضوء على ما هي الاليات وكيف نستعد لهذه الثوره الصناعيه الجديده الاكيد طبعا ان التغير قادم وهو يحدث اليوم كثير من الوظائف والمهن تتاثر حاليا من خلال استبدالها بالذكاء الصناعي من خلال استبدالها بالروبوتات ولكن الشيء الذي تعلمناه تاريخيا من الثورات السابقه ان هنالك مهارات يمكن تطويرها هنالك مهن سيتم خلقها والفائز هو من سيستعد لهذا التغير يعني باختصار هذا ما التاريخ اثبت لنا ان مزيد من فرص العمل سيتم خلقها في مجالات عديده وان علينا ان نستثمر في في التاهب والتدريب لتلك الفرص. نعم طبعا في التوراة السابقة ربما كانت يعني وخصوصا في عصر يعني تقديم الآلة كجزء من من يعني سياق الوظيفة نفسها بالنسبة لهم ربما كانت هناك أدلة بالنسبة لهؤلاء الحرفيين أو العاملين تساعدهم اليوم حتى هذا الدليل في عصر التكنولوجيا والأتمتة يبدو متشعب بشكل كبير جدا ومتداخل مع قطاعات اخرى مما يزيد من التحديات امام البشر وامام ايضا الشركات والمؤسسات المختلفه. بمناسبه هذا الحديث استاذه كيف تؤثر اليوم هذه التكنولوجيات المتداخله على قرارات الشركات والمؤسسات بتقليص مواردها البشريه واحلال ما يعرف بالاتمته والرقمنه بدلا من هذه الموارد؟ هلا دائما التكنولوجيا توفر حلول اكثر ترشيدا لأصحاب الشركات وهذا امر لا يمكننا انكاره على الاطلاق، التكنولوجيا تقدم لنا امكانيه زياده الانتاج، تسريع الانتاج وبتكلفه اقل من استخدام العامل البشري. فطبعا يعني التكنولوجيا تاثيرها بالنسبه للشركات هو تاثير غالبا ما يكون ايجابي اذا استطاعت هذه الشركات والصناعات من مواكبه التطور التكنولوجي. ولكن هناك عامل آخر فيما يتعلق بالموارد البشرية لا يمكن إنكاره لأن غالبا ما تأتي هذه الحلول التقنية ويأتي معها الطلب على وظائف ومهارات لموظفين ليست موجودة ولم تكن موجودة سابقا وهذا يشكل تحدي بالنسبة للشركات البحث عن المواهب والاحتفاظ بهذه المواهب بالإضافة إلى تنميتها وتطويرها هو واحد من اهم عوامل نجاح الشركات وبنفس الوقت هو عامل تكلفه ايضا فمن الاجدى لهذه الشركات هو ان تقوم بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات القوى العامله الحاليه آه لأخذ هذه المواقع الجديدة عوضاً عن البحث عن مواهب جديدة يعني المعادلة هنا التكنولوجيا دائماً توفر لنا الـ الـ الحلول الجيدة توفر في النفقات ولكن في نفس الوقت الموارد البشرية مهمة وممكن أن تؤدي إلى نجاح أو فشل الشركة إذا لم يتم تطويرها بشكل مناسب نعم، طبعاً ما شاء الله أستاذة ديما بدأت تصلنا أسئلة من, الـ من, الـ من الحضور أيضاً وهناك سؤال يرتبط بما تفضلتي حضرتك بذكره حول إمكانية تطوير مهارات موظف معين في هذه الشركة، بالتوازن مع اعاده هيكله قد تحدث في هذه الشركه بسبب كل هذه التغيرات، الحاجه الى ساعات تدريب قد تكون طويله اذا مثلا نقول انهم لم يفكروا بحل استقطاب مواهب وركزوا فقط على تطوير ما يملكونه هم من موارد في هذه اللحظه، هناك سؤال الميزانيه كذلك يعني ساعات تدريب طويله، سؤال ميزانيه، كيف يمكن ان يحدث هذا التكيف بهذه السرعه المطلوبه؟ في سوق متغير بهذا الشكل بالتاكيد يتوجب توفير الوقت المناسب للتدريب والتاهيل هذه تعتبر مسؤوليه الشركات الشركات يجب ان تكون لها مسؤوليه في تاهيل وتدريب القوى العامله لديها طبعا هذا جزء من مسؤوليتها المجتمعيه تجاه الدول التي تعمل فيها الاقتصادات والمجتمعات التي تخدمها لان اليوم نتكلم عن شركات تنظر الى البيئة المحيطة كاملة حولها متضمنة المجتمع والبيئة والاشخاص وليس فقط الربح العائد على المستثمرين. بالنظرة الى المحيط هنالك مسؤولية مجتمعية لدى الشركات لذلك يجب توفير الموارد المادية والوقت الكافي للموظفين لكي يستطيعوا ان يتعلموا ويتدربوا مهارات جديدة. ولكن بالإضافة إلى ذلك بالحساب نجد أن هناك وفر كما قلنا سابقا عملية استقطاب المواهب والتوظيف هي عملية مكلفة الاحتفاظ بالمواهب ايضا عمليه مكلفه بالنسبه للشركات، تغيير موظف كل ثلاثه اشهر او اربعه اشهر غير مناسب لنقول للبيئه بيئه العمل او ليس لديه المهارات الكافيه هذا ايضا مكلف بالنسبه للشركات، بقيامنا بهذا الحساب البسيط ممكن ان نقول بان الاستثمار بتطوير القوى العامله الحاليه هو امر ربما اكثر وفرا بالنسبه للشركات من تغيير كافه العاملين بعاملين جدد طبعا اذا نظرنا الى هذا الامر ايضا يتوجب على الشركات ان تستشرف المستقبل في قطاعاتها كل حسب قطاعه ولا نتكلم فقط عن الشركات نتكلم عن كل عامل في اي قطاع فلنفرض على سبيل المثال آه الميكانيكي الشخص الذي يقوم بتصليح المحركات السيارات العاديه التي تعمل على الديزل او البترول آه هذا الميكانيكي يتوجب عليه ان ينظر الى المستقبل قليلا ليرى ان السيارات الكهربائيه ستحل محل السيارات الميكانيكيه او سيارات عفوا العامله بمشتقات النفط بالنظر الى ذلك سيستنتج ان عليه ان يبدا في تعلم مهاره تصليح وصيانه المحركات للسيارات الكهربائيه وهي مهاره جديده تماما مختلفه تماما عما يعرفه ويتوجب على الميكانيكي ان يستثمر الوقت في هذا المجال طبعا هذا ينطبق على كل مهنه يعمل فيها الانسان على سبيل المثال مؤسسه تعليم من اجل التوظيف تعمل في شمال افريقيا والشرق الاوسط ولدينا ما يقارب ربما اكثر من 200 مدرب يعملون في المنظمه. طبعا هؤلاء المدربين يتوجب عليهم ان يتعلموا تقنيات تقديم التدريب عبر الكونفرنس او عبر وسائل التواصل الاونلاين. فهذه المهارات تختلف تماما عن تقديم التدريب في القاعه وعن الانشطه التي يمكن المدرب ان يستخدمها في القاعه. اذا هنا يوجد مهاره في ضمن القطاع نفسه يتوجب على المدرب ان يعملها او ان يتقنها، وايضا مسؤوليه المؤسسه ان تقدم دعم للمدربين لكي يتعلموا هذه المهارات، لانه من الاوفر للمؤسسه ان تدرب المدربين او المهارات الموجوده فيها حاليا من ان تبحث عن مدربين جدد. فبهذا الحساب نجد بان التكنولوجيا توفر جهد وطاقه ولكن الاستثمار بالقوى العامله ايضا يوفر جهد وطاقه للشركات نعم حتى المدربين الان تحولوا جزئيا الى برفورمرز مؤدين عارضين انترتينرز مرفهين ايضا وهناك فعليا كثير ايضا من المهارات التقنيه والمهارات الناعمه التي تدخل في هذا المجال بالمناسبه استاذه ما هي القطاعات الاخرى التي ترين انها تاثرت بشكل كبير بهذه الحلول التكنولوجيه وما هي الفئات التي تعتقدين انها قد تبدا تعاني من تبعات هذه التغيرات طبعا بالتاكيد هنالك قطاعات تتاثر بشده وقطاعات تاثير عليها سيكون اقل لكن من الاكيد بان جميع القطاعات ستتاثر بغض النظر عن اي قطاع في السابق عندما كانت تحدث هذه الثورات الصناعيه كان دائما القلق على العماله غير الماهره اليوم يوجد قلق على العماله الماهره والعماله الغير ماهره ماذا نقصد بذلك نقصد بان اليوم الطبيب المحلل المالي المحامي كل هؤلاء اصبحوا في خطر بسبب استبدال مهامهم اليوميه بمحركات الذكاء الاصطناعي استبدالها بتحليل البيانات الكبرى الروبوتات باجراء العمليات الجراحيه طبعا هنالك ايضا خطر على كافه انواع العمالات طبعا القطاعات اللي ممكن تتاثر اكثر بهذا التحول ممكن نذكر على سبيل المثال سائقو سيارات الأجرة نحن نعلم تماما بأن السيارات ذاتية القيادة قادمة ربما خلال عشر سنوات ونحن اليوم في مدينة دبي لوحدها أعتقد لدينا عشرين ألف سائق أجرة يعملون في 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 هذه المهنه لا يمتلكون مهاره اخرى آه هذه المهاره هي المهاره او المهنه التي يعرفوها ولا يعرف غيرها وبالتالي فهم عرضه لخساره هذه الوظائف آه ايضا من الوظائف ال التي يتم استبدالها من خلال الاتجاه نحو الحكومات الرقمية على سبيل المثال مدخلي البيانات لا حاجة اليوم لشخص لإدخال البيانات كل شخص ممكن أن يدخل على النظام الإلكتروني ويدخل بياناته بنفسه ويوجد وسائل للتحقق من هذه البيانات بعض الوظائف التي ممكن ان نذكرها مثلا موظفو المعلومات عبر الهاتف التلر في القطاع البنكي على سبيل المثال اليوم معظم العملاء جزء كبير من العملاء يقومون باجراء العمليات عبر التطبيقات وبالتالي لا حاجه الى الذهاب الى البنك. ايضا من الوظائف المهدده بالخطر الكاشيره ومن الصندوق في المتاجر الكبرى اليوم نذهب الى المتجر ومن الممكن اجراء العمليه كامله دون الحاجه الى مساعده او توجيه من احد العاملين في المتجر هؤلاء هم الاكثر خطرا وكما لاحظنا هي وظائف او موظفون بحاجه الى من يحميهم ومن يدعمهم ومن يعمل على اعاده تاهيلهم لوظائف جديده سيتم خلقها في المستقبل بالمناسبة أستاذة ديمة يعني أنت ذكرتي كذلك مسألة العمل عن بعد وأن هناك بعض الأشخاص في الواقع الكثير من الأشخاص الآن بدأوا يقومون بالكثير من المهام عن بعد هناك أيضا أنماط أخرى من العمل العمل الجزئي العمل المستقل الفريلانسرز الذين يعملون عبر القارات ويؤدون الكثير من المهام للشركات والقطاعات المختلفة اليوم نحن في وطننا العربي ما مدى استعدادنا لمثل هذه التغييرات بالتشريعات والانظمه التي تنظم هذا النوع من الانظمه في العمل وكذلك تحمي حقوق الافراد خصوصا اولئك العاملين عبر القارات طبعا شكرا على هذا السؤال في العمل السابق عند بدايه جائحه كورونا مؤسسه تعليم من اجل التوظيف ركزت جهودا كبيره على تدريب الشباب في مختلف الدول في مجالات العمل الحر السبب في ذلك لانه لم تتواجد وظائف، معظم الوظائف التي كنا ندرب عليها كانت وظائف لقطاع السياح قطاع المبيعات، وهذه القطاعات تاثرت كثيرا بالجائحه، فوجدنا ان هذا القطاع وهو الاعمال الحره او العمل عن بعد او العمل المستقل هو ممكن ان يشكل فرصه عمل للشباب خارج حدودهم الجغرافيه خارج اقاليمهم, أقاليمهم. طبعا هناك حاجة إلى تأهيلهم بطريقة مختلفة لأن العمل كشخص مستقل هو عمل صعب ليس سهل يتوجب على الشاب أو الشابة أن يديروا حياتهم اليومية يتوجب عليهم الترويج للمنتج أو الخدمة التي يقدموها بطريقة مختلفة هذا الشيء لم يعلموا عنه في السابق فكان جزء من برامج التدريب والتأهيل تمكينهم من مهارات ترويج ل منتجهم للخدمه التي يقدمونها. في النظر الى التشريعات نجد انها لاننا نتكلم عن عن وظائف عابره للحدود هنا ينتج صعوبه في في اداره هذه العلاقه بين رب العمل او المتعاقد وبين الشاب او الشابه او الشخص الذي يقوم بهذا العمل الحر. هذه الصعوبه تشكل يعني تحدي بالنسبه لواضعي التشريعات يتوجب على واضعي التشريعات حمايه الموظفين، وبنفس الوقت حمايه رب العمل، Because رب العمل يجب عليه ان يحمي مؤسسته، شركته، يتوجب عليه الحصول على هذا المنتج او او الخدمه ب افضل صوره وهو يعتمد تماما على شخص موجود في دوله اخرى في مكان اخر ربما يصعب قضائيا الحصول على الخدمه المطلوبه او تحصيل الخدمه المطلوبه من خلال القضاء فهنا هذا التحدي مطروح للمشرعين اعتقد انه من الصعوبه ان نحكم هذه العلاقه ويجب ان ننظر لها بطريقه مختلفه قليلاً عن العلاقة التقليدية بين العامل ورب العمل، ويجب أن نكون مبتكرين في تحديد شروط وواجبات ومعطيات هذه العلاقة. هناك إقبال كبير جدا اليوم أستاذة ديما بالذات من من الحكومات بالتحديد في أيضا رفض أو دعم القطاع الخاص بالتحديد وهنا يعني لو نأخذ دولة الإمارات كمثال تشجيع كبير جدا لفئة الشباب بالتحديد على البدء بدء الخطوات الأولى في مشاريع ريادية ريادة الأعمال الشركات الناشئة في مختلف القطاعات هل تعتقدين أن الاتجاه نحو دعم ريادة الأعمال للشباب والشركات الناشئة، قد يساهم نوعاً ما في التخفيف من حدة الضغوط على قطاعي التوظيف والوظائف كذلك. طبعا بالتاكيد رياده الاعمال تشكل حل هام جدا برفض الاقتصادات الوطنيه بوظائف وخلق وظائف جديده. فبدلا من البحث في سوق العمل اللي الفرص فيه يمكن ان تكون محدوده جدا ممكن الشباب والشابات ممكن ان يقوموا بخلق فرص عمل لانفسهم من خلال رياده الاعمال. وطبعا يعني بالنظر على الشركات الناشئه وتجربه الامارات تعتبر تجربه فريده من نوعها لا ننظر فقط على الموارد المحليه وانما ايضا نحاول ان نجذب الشركات الناشئه والمبدعين من انحاء العالم وهي فكره عظيمه لاننا بجذب الشركات الناشئه من انحاء العالم نجذب القطاعات الجديده والقطاعات المبتكره والشركات التي ستنشئ هذه الوظائف التي ترفض الاقتصاد المحلي مستقبلا اذا جذب او توفير البيئه الخصبه للشركات الناشئه، جذب الشركات الناشئه، تاهيل الشباب والشاب والشابات محليا بمهارات رياده الاعمال لن يشكل فقط وسيله لخلق وظائف لهم لكن ايضا سيشكل وسيله لتوفير وظائف للعديد من الشباب والشابات إذا هنا نخلق وظيفة جديدة ونخلق العشرات من الوظائف الجديدة للآخرين طبعاً هنا ايضا يتوجب علينا التركيز على مهارات التفكير الخلاق، مهارات حل المشكلات ليقوم الشباب والشابات بابتكار وانشاء شركات واعمال مبتكره وفريده وتعتمد على رؤيه مستقبليه. حتى اللحظه استاذه ديما على الاقل في هذه الرقعه من العالم العربيه بشكل عام وهناك ايضا الدول الناميه الا ترين اننا للان ننظر الى المهارات الناعمه مهارات التفكير حل المشكلات وغيرها من مثل هذه المهارات كجزء اضافي لتحضير الفرد لنفسه وليس كجزء اساسي سؤال الشق الاول من السؤال ما مدى اهميه ان نمتلك جميعنا ولو جزءا يسيرا من هذه المنظومه من المهارات الناعمه هل هذا الشيء اضافي ام انك ترينه جزء لا يتجزا من مهارات المستقبل المطلوبه منا؟ بالتاكيد المهارات الناعمه هي مهارات اساسيه لسوق العمل مهارات اساسيه للحياه ليس فقط للعمل. لذلك يتوجب التركيز عليها. على سبيل المثال دائما ما نواجه مشكله تخرج الشباب والشابات من الجامعات يمتلكون مهارات اكاديميه ومعرفه اكاديميه عاليه جدا، لدينا جامعات جيده في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن ينقصهم المهارات الناعمه وهي جدا هامه ليتمكنوا من ايجاد وظائف في سوق العمل، احيانا الشاب او الشاب لا يستطيعون اجراء مقابله، لا يستطيعون التعبير عن انفسهم، لا يمتلكون مهارات التواصل الجيده، التفكير الابداعي كما ذكرنا، حتى مهاره رياده الاعمال، حتى عندما ندخل الى العمل في شركه يتوجب علينا امتلاك مهاره رياده الاعمال حتى نتميز في تقديم افكار جديده ومبتكره، وبالتالي هي ذات اهميه كبرى نقص مهارات الناعمه في منطقتنا هو امر موجود وواقع وطبعا الدليل الكبير على مشكله في هذه المهارات هي نسبه البطاله العاليه جدا بين الشباب يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدينا فئه شابه كبيره ربما نسبه الاكبر في العالم ولدينا اكبر مستوى بطاله بين الشباب في العالم جزء كبير من هذا ناتج عن عدم التاهيل الكافي للشباب والشابات عندما يخرجون من النظام التعليمي التقليدي سواء كان المدارس أو الجامعات عدم التأهيل الكافي لسوق العمل والتأهيل لسوق العمل ليس فقط مهارة تقنية ليست فقط مهارة فنية وإنما مهارات ناعمة التي تمكنهم من النجاح من الاحتفاظ بالوظائف ومن التطور طيب استاذه ديمه بحكم وجودك في هذا المجال مجال التدريب والتعليم من اجل التوظيف وهناك الكثير من المشاريع التي عملتم عليها لو تريدين لنا نموذج سريعا عن احد احد افضل الممارسات التي عملتي فيها وترين انها نموذج جيد يحتذى به اعتقد من من افضل الممارسات او لنقل واحد من الامور التي نحرص دائما على التوعيه به وهي العلاقه بين القطاع التعليمي وقطاع العمل. هذه العلاقه بين الموظف وبين روافد قطاع العمل هي علاقه مهمه جدا. لا يمكن ان يعمل قطاع التعليم بمعزل عن عن سوق العمل. اذا من من تجربتنا من خبرتنا في منظمه التعليم من اجل التوظيف علاقتنا القويه وعلاقتنا المستمره والمتواصله مع اصحاب العمل مع الشركات لمعرفه المهارات المطلوبه في سوق العمل لمعرفه الوظائف التي ستنشا في قطاعاتهم مكنتنا من تاهيل وتدريب الشباب بافضل صوره ل يقوموا بالاندماج بهذه الوظائف وكانوا بمثابه مورد هام جدا للشركات والموظفين وبالتالي هذه العلاقه هي ما اعتقد يميز منظمه التعليم من اجل التوظيف لدينا اكثر من 3000 شريك 3000 عبر الشرق الاوسط والشمال افريقيا من الموظفين وهذا ما اعتقد يجب على الجامعات ان ايضا ان تقوم بمثل هذه التجارب في انشاء علاقات مع غرف التجاره غرف الصناعه مع ارباب العمل مع الشركات الكبرى لفهم المهارات المطلوبه ولتطوير مناهجها وتدريباتها التي تقدم للطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الآن سأطرح سؤال الحرج جداً، <applause> وهو جامعاتنا إذن بشكل عام في الوطن العربي كله يعني لم تعد تحمل إجابات شافية ومفاتيح لنقل ازدهار قطاع التوظيف ام انك ترين ان الكلمه العليا ستكون للمهارات وهناك دول كبرى في العالم من بينها الولايات المتحده بدات تنحو الى هذه الناحيه ولا تطلب فعليا دليلا اكاديميا في كثير في كثير من القطاعات بدات يعني لا تطلب دليل اكاديمي حتى توظف شخص ما بل تطلب منظومه او مجموعه من المهارات ماذا ترين لا زلت من المشجعين والمؤيدين للجامعات، الجامعات تحتل مرتبه هامه في تخريج الكفاءات لا يمكن انكار ذلك ولا باي شكل، في بعض الحالات نقرا عن قصص في السيليكون فالي في الولايات المتحده الامريكيه عن اشخاص لم يكملوا دراسه الجامعه وانشؤوا شركه واصبحت ضخمه وكبيره آه هذا شخص أو اثنين أو عشرة من مجموعة من الأشخاص اللي تم تخريجهم من الجامعات آه لن تكون قصة نجاح كل شخص آه وبالتالي لا الجامعات تحت المرتبة هامة جداً في تخريج الكفاءات لكنها تتعرض للمنافسة الشديدة من قبل منصات تعليم عن بعد مثل كورسيرا والتي ممكن أن تقدم برامج تدريبية قصيرة ذات صلة أكبر بسوق العمل ومن السهل على كل شخص الوصول إليها لا حاجة للتقديم لا حاجة للبقاء أربع سنوات في الدراسة من أجل الحصول على هذه الكفاءات التحدي سيكون بالنسبه للجامعات الاستمرار بتخريج كوادر ذات معرفه اكاديميه عاليه وفي نفس الوقت تمتلك مهارات فنيه آه وسلوكيه آه ومهارات ناعمه مهمه لسوق العمل، اذا يجب الموازنه بين المعرفه الاكاديميه والتي لا تزال ذات اهميه كبرى وضروره كبرى و متطلبات سوق العمل طبعا هذا من النجاح في ذلك يتوجب على الجامعات تطوير مناهج بصورة سريعة ومستمرة وهذا من الممكن أن يكون صعب بالنسبة للجامعات نحن نقدر طبعا صعوبة تغيير المناهج الموافقات التي ممكن أن تتطلبها تغيير المناهج ليس أمر سهل وممكن أن يحدث خلال يوم أو يومين أو, لا. أو, ده ده الأكاديمية وغيرها هذا شان صعب جدا ومعقد ولذلك نقدر طبعا صعوبه تطوير وتغيير المناهج بطريقه تتواكب مع سوق العمل ولكن بنفس الوقت هذا لا يمنع من تركيز جزء من جهود الجامعات على توفير مهارات مهارات العمل التي التي يمكن تقديمها من خلال من خلال برامج إضافية وبالتالي إذا الجامعات مهمة جدا التطور في أولا في طريقة تقديم المناهج وفي المناهج وفي البرامج التي تطرحها هذه الجامعات وفي التدريبات التي تقدمها هذه الجامعات لتأهيل الشباب للعمل هو ما يجب التركيز عليه أود الآن أن ننتقل للحديث عن فئات معينة مثل المرأة <applause> النساء ايضا هناك فئة اصحاب الهمم او اصحاب الاعاقات المختلفة الموجودين ضمن سياق اسواق العمل، هذه الفئات وخلنا ناخذ اولا المرأة كيف تتأثر بما يحدث في سوق العمل؟ طبعا غالبا النساء التاثر كثير جدا في في ما يحدث بسوق العمل بشكل عام ناتج عن طبيعه امتهانهم للمهن ذات في الاقتصادات او في في القطاعات الغير رسميه هذا ما يؤدي الى سهوله فصلهن على سبيل المثال عن العمل عندما تضيق الاحوال في الشركات او القطاعات التي يعملون فيها فاذا لا ننكر صعوبه آآ آآ شيء مثل جائحة كورونا أو التطور التكنولوجي أو الاستغناء عن فئات معينة للعمالة فيما في تشغلها النساء نذكر على سبيل المثال خدمة العملاء التي ناو تستبدل بالمجيب الإلكتروني وبالتالي أيضا طبيعة العمل التي تمتهنها النساء تتعرض أيضا للخطر هلا هنالك فرص ليس دائما ليس علينا دائما ان ننظر الى القسم الفارغ من من الفنجان الفرص تكمن في امكانيه التعلم عن بعد توفر موارد لم تتوفر سابقا وبالتالي بامكان السيدات من المنزل التعلم مهنه جديده او تعلم مهاره جديده لم يمتلك لم من قبل وبالتالي الفرص ايضا موجوده من خلال منصات التعليم المفتوح التي ممكن ان تقدم شهادات عمليه ممكن استخدامها لايجاد فرص عمل. طبعا هنالك الاعمال الحره من المنزل، تاسيس مشروع صغير يتم ادارته من خلال المنزل، يتم التسويق له الكترونيا. هذه ايضا فرص ممكن من للمراه ان تستغلها. وطبعا اذا نظرنا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نجد ان لدينا مشكله كبيره في دخول المراه الى سوق العمل لدينا قطاع الاعمال المراه الاقل تمثيلا في كل العالم ايضا وبالتالي عندما ننظر الى ثوره صناعيه جديده ومهن جديده يتم تاسيسها ومهارات جديده ممكن ان نتعلمها نجد ان هنالك فرصه لزياده هذه النسبه. اذا بالنظر الى التحديات ممكن ان نجد فرص والفرص تكمن في تركيز تاهيل النساء على الوظائف المستقبليه وعلى المهارات المستقبليه طبعا يعني فكره السقف الزجاجي او الجلاس سيلينج اللي كانت اصلا موجوده قبل يعني الجائحه والتدفق التكنولوجي في اسواق العمل هل لا تري هل ترين انها لا, لا تزال ستشكل اشكاليه الان مع هذه التغييرات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا والقطاعات الماليه؟ طبعا لا يزال السقف الزجاجي موجود، لا نراه لانه زجاجي ولكنه موجود. طبعا من اهم العوامل التي تساعد في وجود هكذا معوقات هي النظره التقليديه لدور المراه، النظره التقليديه لدور المراه في العمل، النظره التقليديه لدور المراه في المنزل، المهام الكبرى الملقاه على عاتق المنزل على عاتق المراه في المنزل. لا تسهل عليها عملية العمل يعني إذا أردنا للمرأة أن تشعر بالمساواة في موقع العمل يجب أن أيضا أن نشجع على المساواة في المهام المنزلية نتأكد من توفير كافة الوسائل التي ستساعد المرأة على التفرغ لعملها على سبيل المثال شاهدنا ظاهرات من خلال فتح مجالات التعلم عن بعد للمدارس بان المراه اصبحت مسؤوله عن دراسه الاطفال كان الاطفال يغادرون المدرسه يقضون ساعات في المدرسه هنالك المعلمه والمشرفين والى اخره من الجهاز التعليمي وفجأة أصبحت هذه المسؤولية على عاتق المرأة يجب أن تجلس وتتأكد أن أولادها يتعلمون وأن أولادها مندمجين في التعليم. هنا أيضاً مسؤولية إضافية لم تكن موجودة من قبل طبعاً ساهمت بشكل كبير في إعاقة المرأة من تقديم أفضل ما يمكن في في العمل عن بعد. زادت من مهامها وصعبت من مهمتها بالاندماج بالعمل عن بعد في مؤسستها او شركتها طبعا النساء لازلنا يحتلنا مناصب اقل قياديا ربما الاعداد تتزايد ولكن ايضا المناصب القياديه مهمه لذلك لازال السقف الزجاجي موجود استشرافا للوظائف التي او الفرص الوظيفيه التي يمكن ان تجد المراه فيها في السنوات القادمه يعني في رايك ما هي القطاعات التي ربما يجب ان تنظر اليها المراه فيما سياتي كسرا للصور النمطيه مثل ما تفضلتي حضرتك ان في العلاقات العامة في, في الوظائف التي تحتاج تواصل في بعض الوظائف المرأة ربما تسودها أكثر من, من, من أخيها الرجل ففي رأيك إلى أين أو ما هي المجالات التي يجب أن ننظر إليها فيما هو قادم؟ طبعا بالتاكيد المجالات القادمه تشمل تعلم اللغات الرقميه الكودينج تعلم التصميم الرقمي ممكن التسويق الرقمي ممكن الامن السبراني الكثير الكثير من من المهارات ومن المهن التي من الممكن للمراه ان تبدع فيها الابتعاد عن التفكير التقليدي ان المراه لا يمكنها ان تقوم بمهام المهندسين او الهندسه لان هذه مهمه شاقه وتتطلب وجود رجل هذا امر من الماضي يعني لم يعد موجود النظر الى القطاعات غير التقليديه النظر الى المهارات غير التقليديه يعني نجد اليوم بان المراه بامكانها ان تقوم باي مهنه ومعظم المهن لم تعد تتطلب الجهد العضلي والمجهود الجسدي الذي كان ذريعه لعدم دخول المرأة إلى سوق العمل اليوم الجهد الذهني اليوم مقدرة على التواصل الجلادة وقوة الإرادة وهذه أمور نعرف جميعا بأن المرأة تبرع فيها وبالتالي لا يصعب شيء عليها إذا تمكنت من أولا تحديد الاتجاهات المستقبلية وتعلم المهارات التي ستساعدها من دخول هذه الاتجاهات او هذه المهن المستقبليه. جميل تبقى فئه اصحاب الهمم وهل يعني او اصحاب الاعاقات المختلفه بالنسبه طبعا لمستمعين من دول اخرى يعني هل مر مر بك او مرت بك تجربه معينه ربما تودين التسليط عليها كافضل ممارسات و كيف ترين ايضا تاثر فئه اصحاب الاعاقات المختلفه بالتغيرات في اسواق العمل طبعا انا انظر الى التغيرات الحاليه وبالتحديد بالنظر الى العمل عن بعد كفرصه فرصة كبيرة جدا لأصحاب الهمم من الانخراط في سوق العمل بسهولة أكبر يعني في السابق أي شخص لديه تحدي ما أو إعاقة لا تمكنه من دخول بناء أو من العمل في شركة معينة أو هذه الشركة أو هذه الصناعة أو هذا القطاع لا يوفر لأصحاب الهمم البنية التحتية المناسبة لهم ليكونوا مرتاحين في العمل وليقدموا مئة بالمئة من مما يمكنهم تقديمه اليوم وفي العمل عن بعد أجد بأن هذه التحديات لم تعد موجودة الآن الأشخاص من أصحاب الهمم بإمكانهم خلق بيئة عمل مناسبة لهم في منازلهم ويستطيعون الانخراط في بيئة العمل والتقديم الكثير وطبعاً ايضا نعلم كما كما تحدثنا عن المراه بان اصحاب الهمم لديهم مقدره عاليه على التكيف، لديهم مقدره كبيره على تحدي المعوقات بطبيعه حياتهم لم تكن سهله وبالتالي هؤلاء اشخاص يعتبرون موارد جدا مهمه للشركات والمؤسسات وبتوفير فرص العمل عن بعد نوفر لهم بيئه عمل ربما تكون مناسبه وآمنة لهم وربما ستدفعهم للتفوق ولتقديم أقصى ما يمكن تقديمه هل ترين أننا بحاجة إلى التشريعات وقوانين ربما أيضا تأتي من أعلى الهرم بالنسبة للمجتمعات المختلفة لإحداث هذه النقلة وهذا التمكين لأصحاب الإعاقات المختلفة ربما يكون هذا حل أفضل بدل أن يكون متروكاً للشركات المختلفة أو ما رأيك يعني في هذا الأمر؟ طبعا بالتاكيد دائما التشريعات هي موجوده لتساعد في توجيه القطاع الاعمال باتجاهات معينه دائما السياسات تساعد في التركيز على اهداف نمويه معينه للدوله من الممكن ان لا تكون في المصلحه الانيه من الأكيد أنها في المصلحة المستقبلية لأي شركة ولأي قطاع يعمل في أي مكان، ولكنها ليست من المصالح الآنية حالياً، وبالتالي يتم تجاهلها. هذا لا يمكن حله الا من خلال السياسات ومن خلال تشجيع طبعا قطاع الاعمال على تحديد نسب محدده من, من 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 لاصحاب الهمم او للنساء في مجالس الاداره او للنساء في المراكز القياديه وبالتالي طبعا السياسات تلعب دور هام وكبير جدا في تشجيع الشركات على النظر الى هذه الفئات التي ممكن ان تقدم كثيرا اكثر مما تتوقع الشركات ولكن مصلحتها الانيه واللحظيه لا ترى بان هنالك افاده. طبعا السياسات مهمه. نعم، هناك سؤال أخير بالنسبة لي ثم سأنتقل إلى الأسئلة التي تركها أو بعض الأسئلة التي تركها المتابعين الكرام. نهج يعني ماذا عن نهج يشجع فلسفة التعلم مدى الحياة؟ نحن يعني كثيرا ما نسمع عن هذا المصطلح. وهو وارد في كثير الآن من, من الأحاديث والمقالات والكتب، ولكن بالضبط ما هو معنى أو ما هي الفكرة التي تقدمها فلسفة التعلم مدى الحياة؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذا الأمر في التكيف مع ما يحدث في أسواق العمل؟ بالتأكيد يعني من اهم الـ الـ الامور آه التي يتوجب علينا التركيز عليها هي مهاره التعلم او مهاره التعلم آه نهج التعلم مدى الحياه. آه ماذا نعني بذلك؟ اليوم نسمع عن مصطلحات لا يمكن لعقولنا تفسيرها، على سبيل المثال نتحدث عن العالم الافتراضي، نتحدث عن تقنيه البلوك تشين، نتحدث عن الاصول الافتراضيه. طبعا بالنسبه لنا لا نعلم شيء عن ذلك، الاشخاص الذين يمتلكون مهاره التعلم مدى الحياه سيبحثون في هذه المصطلحات وسيعلمون عنها القليل فالقليل ومن ثم سيتمكنون من فهم تاثير هذه التقنيات الحديثه على مجالات عملهم وسيتمكنون من الفوز في المستقبل، اذا المستقبل لا يمكن ان نراه ولكن نرى مؤشراته الامر الوحيد الذي يتوجب علينا التاكد منه ومعرفته هو اننا يجب ان نستمر في التعلم لا يمكن ان نتوقف عن التعلم على سبيل المثال وظيفه الاعلامي الاعلامي اليوم يتوجب عليه ان يتعلم كيف يخلق محتوى لكل من وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه مختلفه تماما وهو شيء يعني يمكن ان يكون تحدي كبير ولكن عندما نتعلم هذه المهاره ونتمكن من التعامل مع وسيله معينه لا نحتاج الى شيء خلاص نحن الان في المستقبل اما اذا وجدنا انفسنا امام نقطه لا تعلم لا يمكنني ان اتعلم اي شيء جديد نعلم انها النهايه هذه هي اهميه التعلم مدى الحياه وطبعا اهميه تحديد ما هو الشيء الذي يجب ان نتعلمه كيف نستشرف المستقبل ونرى المهارات الجديده ونحددها ليس بالسهوله طبعا ولكن يتوجب علينا ان نستمر في النظر فيها والبحث عنها وتعلمها نعم، آه شكرا لك يا أستاذة ديمة، الآن سأنتقل إلى بعض الأسئلة الموجودة آه عندي، فهناك سؤال عن التكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتحديث أنظمة دعم العمال وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من جميع الخلفيات الوظيفية. هذا شخص ينظر آه إلى بعد اقتصادي كبير جدا في في هذه العملية. طبعا دائما أنظمة دعم العمال توفير الحماية كما ذكرنا لها وفر اقتصادي طبعا الوفر الاقتصادي ينشأ من من شقين الشق الأول هو الرفاه المجتمعي عندما يكون طبقة أو العاملين محميين بطريقة أو أخرى وظائفهم محمية فطبعا هذا سيساهم في رفاه المجتمع بشكل عام ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني ولكن ايضا بالنظر الى الشركات وهو دائما ما يجب ان ننظر اليه ما هو ما هي الفائده للشركات طبعا تحدثنا عن موضوع كلفه استقطاب المهارات، هي هذا امر ليس سهل ابدا وهو امر مكلف وبالتالي توفير التدريب للمهارات، تاهيل المهارات للقوى العامله الحاليه يشكل طبعا وفر كبير للشركات، وبالتالي ايضا هذا نوع من انواع الفائده الاقتصاديه. ايضا يعني هذا الشيء ذكرني بالدور الكبير الذي يقع ايضا على القطاعات الحكوميه او على حكومات الدول عموما في دعم القطاعات الخاصه ومحاوله سد الفجوه التي قد تحدث بسبب هذه التغيرات يعني هنا في دوله الامارات لا اعرف اذا حضورنا او متابعينا يعلمون عن هذا الامر عندنا تجارب جيده مثلا تجربه نافس التي تدعم القطاع الخاص هنا وتحاول ان تسد هذه الفجوه يعني ودفع هؤلاء الشباب ايضا للاقدام على العمل في قطاع خاص كان يعتبر لفتره من الفترات صعبا الان يعتبر محفز وحيوي اكثر فهناك الدعم الذي ايضا تقدمه القطاعات الحكوميه في في هذا الجانب قد تساهم بشكل ما في سد هذه يعني الفجوه استاذه ديما هناك سؤال اخر في ظل هذه الصوره المتوقعه بالنسبه لفقد الوظائف ما هي آليات تطوير المهن؟ طبعا ذكرنا يعني تحدثنا عن عن هذا الموضوع اعتقد اهم اليه هي اولا استشراف المستقبل لكل مهنه ولكل قطاع ولكل صناعه يوجد مسؤوليه استشراف المستقبل تحديد الاتجاهات المستقبلية قدر الإمكان طبعا لازمنا لا نعلم المستقبل بعد عشر سنوات ماذا سيحمل لنا والعمل على التعلم المستمر وتحديد المهارات المطلوبة لهذا المستقبل ذكرنا مثال بسيط عن 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 عامل تصنيع تصليح السيارات الميكانيكي والذي يحتاج لتعلم المحرك الكهربائي إذا لكل مهنة ولكل قطاع اتجاهات مستقبلية أصبحت تكاد تكون واضحة ما علينا إلا أن نتأكد من تعلم المهارات وتطوير العمالة في هذا القطاع طيب يعني بدر إلى ذهني الآن موضوع آخر نحن نشهد سنوياً آلاف الخريجين بل ملايين الخريجين من المدارس ينتقلون الى الحياه الجامعيه ويبداون بالقيام بخيارات خيارات للاسف كثير منهم يكتشف انها لم تعد نافعه بالنسبه له في سوق العمل فهل ترين ان هناك حلقه ايضا مفقوده بين المدارس وما يحدث في الجامعات واسواق العمل وهل في رايك هناك طريقه معينه ربما من خلالها يتم تطبيق اليات الاستشراف الشخصي على الطلبه نفسهم طبعا شكرا علي السؤال غالبا ما ننظر الي الجامعات والتاهيل المهني ونترك موضوع المدارس طبعا جدا مهم النظر الى النظام التعليمي الحالي وانا اتحدث بالنظر الى منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا سبب بان النظام التعليمي الحالي الموجود هو مصمم ليرفض العمال بالعاملين مصمم ليرفض العمال بالمعامل العامل الذي يعمل تحت سلطه معينه ويتبع قواعد ونظام محدد وبالتالي ليس مصمم لاخراج اشخاص يمتلكون مهاره التفكير الابداعي، يمتلكون مهاره رياده الاعمال، يمتلكون مهاره التفكير خارج الصندوق، وهذا ما نحتاجه فعليا اليوم، لذلك يجب النظر الى هذا النظام التعليمي والتاكد من وجود هذه المهارات والتأكد على التركيز على هذه المهارات بدلا من التركيز على اتباع التعليمات واتباع الاوامر والدخول في وقت محدد والخروج في وقت محدد، هذه مواصفات عامل المعامل في الثوره الصناعيه الثانيه وليس مواصفات المبدع ورائد الاعمال في الثوره الصناعيه الرابعه. ربما هنا الموضوع ايضا يتعلق بالنظر الى الاجيال، يعني أعتقد أستاذة ديما وأنتي ربما أكثر خبرة ومعرفة مني في هذا الأمر نحن سنتعامل قريبا عما قريب مع جيل جديد تماما مختلف تماما وحتى نظرته لطبيعة العمل نظرته لفكرة التوازن بين العمل والحياة وأمور من هذا القبيل تختلف تماما عن جيلي والجيل السابق فأيضا كيف يمكن أن, أن يتأثر هذا الجيل الجديد تماما، الرقمي المولود في هذا العالم. طبعا هذا الجيل يمتلك مهاره التي تحدثنا عنها وهي مهاره التعلم المستمر، لديه طبعا مهاره عاليه في تعلم التكنولوجيا الجديده والمصطلحات الجديده وهم أسرع بكثير منا في في معالجة المعلومات، يعني بالنسبة لنا نأخذ قليلا من الوقت للانتقال من من تطبيق إلى آخر أو من شاشة إلى أخري. بالنسبة لهم يعتبرون يعني يمتلكون هذه المهارة مئة بالمئة إذا لديهم مزايا طبعا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لإرباب العمل الحفاظ على القوى العاملة من فئة الجيل الشاب أو من هذا الجيل لأنه أكثر دراية بحقوقه أكثر دراية كما ذكرت التوازن العمل والحياة الشخصية الصحة النفسية إذا هنا التحدي لأرباب العمل كان في السابق التحدي لخلق بيئة عمل مناسبة لجيل الألفية اليوم تحدي أكبر بخلق بيئة عمل مناسبة و أن يفهموا كيف سنستفيد من هذه المهارات ومن هذه الفئة العمرية التي تأتي بشيء جديد لم نشهده من قبل جميل آه هناك سؤال آخر في الدقائق الأخيرة في هذا الحوار الشيق جدا أستاذة آه يتحدث السؤال عن المنح الدراسية وكيف يمكن أن تساهم في تغيير مسارات العمل لتلتقي مع التغييرات الكثيرة هذه طبعا شكرا على على السؤال اعتقد انه هو سؤال مهم واعتقد يعني لدينا نقص في 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 الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنح الدراسيه هي ليست متوفره للجميع ليست متوفره بكثره وبالتالي ممكن ننظر اليها كاداه او كوسيله لتشجيع الطلاب الى الانخراط ب اختصاصات مستقبلية أو اختصاصات ستكون مفيدة ومهمة لقطاعات معينة في الدولة وبالتالي طبعا هي وسيلة مهمة جدا للتشجيع على سبيل المثال نذكر تشجيع النساء على الانخراط في برامج لها علاقة بال ما يسمى بالاستم واللي هو العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وهو أمر ليس شائع بين النساء ولكن بوجود منح دراسية تشجع النساء على الانخراط في هذه المسارات الاكاديميه سنتاكد تماما من انه من ان هذا العدد عدد النساء في هذه المجالات سيزداد، طبعا اذا هو امر جدا مهم. جميل جدا. اذا الامر قادم لا محاله، التحديات كثيره ولكن في قلبها الكثير من الفرص. هذه الفرص ستخدم مجتمعاتنا بطريقة أفضل في 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 والآن نحن متوجهين إلى المستقبل وبقوة ولا توقف أبدا نتحدث هنا عن تأهيل وإعادة تأهيل سكيلينج ريسكيلينج أمور من هذا النوع المهارات هي ليست رفاهية وإنما هي جزء أساسي من التطوير المهني عند الأشخاص تحدثنا عن فكرة أن التعليم الأكاديمي وجوده ضروري التعليم المهاراتي والمهني لا يعني بالضروره الغاء التعليم الاكاديمي، ولكن ايضا هناك ضروره وحاجه ملحه لان يتكيف ويتواكب التعليم الاكاديمي مع متطلبات السوق. هناك فرص كبيره امام المراه وامام اصحاب الهمم او اصحاب الاعاقات. وايضا فلسفه او فكره التعلم المستمر والتي لها آلاف المصادر يوميا موجودة فقط من خلال هذه النافذة أعتقد الأهم ربما أستاذة ديمة أن تكون خياراتنا حكيمة وأن نكون نحن كأفراد قبل أن نطلب أيضا من القطاعات المختلفة والشركات قادرين على قراءة هذا المستقبل وقراءة مسارات تخصصاتنا المهنية والبحث دائما عن أساليب للارتقاء بأدوارنا هل هناك من كلمة أخيرة قبل أن نختم أستاذة ديمة؟ آه طبعا شكرا آه أستاذة صفية على هذا اللقاء الشيق آه وطبعا بحب أكد على الفكرة اللي ذكرتيها واللي هي أن المستقبل الآن هو موجود وليس قادم لا محالة هو موجود فعلا اليوم آه والسؤال ليس آه ما هي الوظائف التي سنخسرها آه ماذا يجب علينا أن نفعل بالقوى العاملة التي ستخسر وظائفها السؤال هو كيف سنستعد هل نحن مستعدون هل نحن سنستفيد من هذه الفرص أم لا وبالتالي إذا السؤال هو مقدرة الاستفادة من فرص نرى أنها فرصة عظيمة لنا لنتفوق وما علينا فعله إلا هو الاستفادة من هذه الفرصة والتأكد من استعدادنا لها شكرا استاذة ديما نجم وايضا المدير العام لمؤسسة التعليم من اجل التوظيف فرع دولة الامارات، شكرا للقائمين على هذه الجلسة وباقي الجلسات وكل الشكر لحضورنا ومتابعينا من كل مكان. شكرا.